عين كبريت في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، نبع قديم من المياه الكبريتية يقع على ضفاف نهر دجلة، يقصده أهل المنطقة والعراقيون بشكل عام للعلاج من بعض الأمراض ومنها الجلدية. يعني من كنا أطفال نجي لهذا لحد هذا الوقت يعني هاجي، ويعني ماكو أكثر الأطباء يقولون هذا علاج، يعني بعض أمراض ما يفيدوا علاج يقولوا روح على عين كبريت تتعالج بهذا المي. وهاي صار تقريبا سنين هذه مثلا السنة هل الموصل يجون بها بيها حساسية، رحت على دكاترة كثير أنا ودار حساسية، بعض منهم دزنين وبعض من طاني علاج وما فات. لجيت أنا عين كبريت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة راح طاوت الحساسية وقمت أجي هنا عمل طيب الحساسية، بس المكان هنا ما نظيف، بس نجد نرجو من يطوروه يسووه يرتبوه. عمود العالم تيجي هنا، العالم تيجي كثير، بس مكان ما زين، منطقة ما مرتبية، بس عمود يرتبوه نجو يرتبوها ويطوروها. وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة لعين كبريت إلا أنها بقيت خارج خطط الاستثمار لدى الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، فانتشار النفايات والفوضى سمة بارزة في المكان، ناهيك عن افتقاره إلى أي مرفق خدمي يلبي احتياجات زائري. بس مع الأسف أنت أشوف هاي العين لا بيها إدامة، لا حد جاء زارها، لا حد جاء شافها. يعني منطقة هذه منطقة سياحية، العالم تتوسل وتتمنى بأنه عندها هالشكل موقع. نحن هامليها. شوف هاي الوضعية، هاي وضعية عين كبريت، هاي الوضعية. فنطلب من المسؤولين الاعتناء بها، حتى ولو إذا ما يقدرون هم خلينا ينطوا استثمار. مع الأسف أنه ماكو اهتمام بهذه، يعني الحكومة المحلية المفروض تستغل هذه الشغلات، إما أن تعطيها عن طريق الاستثمار، وإما أن يعني هي تهتم بها، لأن هذه تفيد كثير ناس يجوها من غير محافظات. هاي اللي عنده مرض حساسية، اللي عنده أمراض جلدية، كلها تيجي من غير محافظات تتعالج بهاي المنطقة. عين كبريت في الموصل وجهة سياحية واستشفائية للكثير من العراقيين الذين يأملون أن يحصل هذا المكان الحيوي على بعض الاهتمام من قبل الجهات المعنية.